راح أشحن بقيمة 99 دولار، تمت التعبئة بنجاح. كمان مرة راح أعيد العملية عشان أجمع تذاكر أكثر. السلام عليكم أصدقائي، عبد الرحمنكم في حلقة جديدة من ألعاب طماطم، سلسلة شرح صقور الأرض. أهم إضافة صارت موجودة عندنا اليوم اللي هي النهب السريع. أول ما تدخل راح تلاقي في أيقونة موجودة عندك. من الأيقونة هذه في عندك كثير من الجوائز اللي موجودين، كيفيتها وطريقة التعامل معها راح نتكلم عنه الآن بالتفصيل. بداية قبل ما تدخل على هدول الخانات اللي فيهم الجوائز، لازم يكون في عندك تذاكر. كل شحن بقيمة 1 دولار بيعطيك تذكرة. كيف؟ راح نتكلم الآن بالتفصيل. أول شيء خلينا ندخل على زيادات الشحن ونشحن. الآن راح نعمل شحن، راح أشحن بقيمة 99 دولار، تمت التعبئة بنجاح. كمان مرة راح أعيد العملية عشان أجمع تذاكر أكثر. أوكي، كمان مرة، تمام، ممتاز. خلينا نشوف كم صار عندنا تذاكر الآن. رهيب، صار في عندنا 300 تذكرة. زي ما شفنا 300 تذكرة صار في عندي الآن، باجي تحت وبعملهم جمع التذاكر. فالآن أنا جمعتهم صاروا 300. وين ضاف لي الرقم؟ ضاف لي الرقم موجود تحت عند وقت الاحتراق، موجود مكتوب إنه كم أنا عندي 303 تذاكر. رح أدخل على حزمة معدات برتقالية. بعد ما أدخل على حزمة معدات برتقالية رح يكون في عندي موجود على اليسار بالزاوية 65 من 198. إيش يعني؟ يعني في 65 شخص ضافوا تذاكر عشان يحصلوا على المعدات البرتقالية. أنا مثلا رح أجي أضيف كمان تذكرة، أسوي نهب. شوف تذكرتي رقمها كم؟ 66. كم صار في عندي 66 شخص؟ راح أعمل كمان مرة نهب، تذكرتي 67 وصار في 67 شخص هم اللي عملوا المحاولات. الآن الفائز هو رقم، راح يبلش الرقم هذا يا أما من 1 لغاية 198. مكتوب بالزاوية كمان تحت رقمي باللون الأزرق، راح أضغط عليها بيعطيني الأرقام تاعتي أنا اللي أنا سويتها. إذا أنا في عندي رقم 66 و67. إيش في عندي كمان مثلا؟ خليني أعمل كمان نهب، صار عندي 68 نهب، صار في عندي 69 نهب، صار في عندي 70. هذه كل أرقام التذاكر. إذا أنا عندي 70 و69 و68 و67، هذه تذاكري أنا. لو فاز واحد من هاي الأرقام راح أنا أربح حزمة المعدات البرتقالية. كيف ممكن واحد يفوز؟ لما يوصل الرقم ل 198. طيب عشان نفوز أسرع راح أضيف أنا تذاكر أكثر أكثر أكثر، مثلا أضيف 20 تذكرة، هاي 20، أعمل نهب. أنا أخذت إذن من 71 لغاية 91، كل التذاكر من 71 ل 91 أنا أخذتها. الآن راح يعملوا سحب عشوائي، أكثر شخص شارك بتزيد فرصته بالربح. الأقصى 107، الآن 198، باقي 107 عشان يوصل ل 198، وأعمل نهب. راح يطلع الرقم كم؟ طلع الرقم 117. 117 هو واحد من التذاكر اللي أنا شريتها أصلاً، فأنا ربحت. ألف مبروك، ربحت، تهنينا على الفوز، حصلت على الجوائز، على جوائز النهب. اجمع، جمعت الجوائز، أعطاني 5 من حزمة السلاح الأسطوري. الآن كل تذكرة أنا بصرفها بيجيني تحت على متجر عمليات النهب وبيزيدني عليها عملات لعمليات النهب. يعني شوف الآن عندي 1340، ظل عندي 98 تذكرة. طيب 98 تذكرة ممكن أني أخذهم، راح أروح على تذاكر 10 مرات لبيت الكنز الألماسي، ممكن أني أجي أعمل اشتري مباشرة، خلص ادفع 35 تذكرة وخذهم. راح أوكي، راح أسويها، ممتاز. ظل عندي 28، راح أضيفهم كلهم، أعمل نهب وأخذ التذاكر من 1 ل 28 وأنتظر. راح يجي ناس ثانيين يضغطوا كمان على شراء تذاكر من 28 يرفعوه ل 35، بعدين راح يعمل السحب. ممكن يربحوا، ممكن أنا أربح، واحتمال كبير أنا أربح لأنه أنا أكثر شخص شارك بعملية السحب. هذا كان كل شيء بخص عمليات النهب السريع، بتمنى أنه يكون واضح. إذا في عندكم أي تساؤل اكتبوا تحت بالتعليقات وراح أجاوب عليكم بشكل مباشر إن شاء الله. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو القادم. السلام.